أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر ربي أستغفر ربي أستغفر ربي ثم أتوب إليه. تب علينا تب علينا تب علينا يا ربي يا تواب. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهما وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكما أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون اللهم إنا نسألك باسمك يا الله يا من إذا دعيت به أجاب يا من أجاب دعوة زكريا يا نجى يوسف على إخوتي اللهم إنا نسألك أن تنجينا من أعدائنا بعيدا أو قريبا اللهم رد السحر على الساحرين ورد المكر على الماكرين ورد الكيد على الكائدين ورد الكيد على الكائدين اللهم رد الظلم على الظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم إنا نشتكي جميع أعدائنا من أراد بنا شرا يا ربنا فرد الشر عليه يا الله واجعل تدميرهم تدميرا اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب يا شديد العقاب اللهم يا من يرانا ولا نراه
الظالمين، احمنا عن الشر الظالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا، يا ستار استر عيوبنا. اللهم آمن رواتنا، احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن اغتال من تحتنا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نتوسل بألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم يا الله، ترميهم يا الله، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يا جبار يا جبار يا جبار. اللهم إن أعداءنا أصبحوا جبارون. يا جبار أرهم عجائب قدرتك. اللهم لا تبقي على وجه الأرض ساحر أو ساحرة يسعى في أذية المسلمين. اللهم رد السحر عليهم، اللهم اقتلهم بالمرصاد، اللهم أغلق أفواههم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à Comore Mix 100% variété pour être informé en temps réel. Merci.